بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحقيقة أن الجميع يعرف حجم الظلام وما يتعرض له إخواننا الأبطال الشرفاء الأحرار في سجون الطاغية حمد. أننا نعلن تضامننا ومساندتنا لدعوات القوى الثورية وائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير لجعل هذا الأسبوع أسبوعا للتضامن ومع هؤلاء الأبطال الذين دفعوا من حريتهم من أجل كرامتنا ومن أجل حريتنا جميعا. ندعو إلى التفاعل الشعبي الكبير خاصة يوم الجمعة المقابل وللاحتشاد الجماهيري الكبير لإعلان التضامن والتنديد بإجراءات السلطة القمعية والمطالبة بإطلاق سراح الجميع دون قيد أو شرط ومحاسبة ومعاقبة كل من قاموا بتعذيبهم وبانتهاك حرياتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.